السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وقاتكم جميعا بكل خير. ازرعها في بيتك وتمتع بفوائدها مجانا. شجرة المورينجا، ليش احنا بنشجع كل شخص، كل انسان انه يزرع شجرة المورينجا في بيته؟ شجرة المورينجا هي الشجرة الأسرع نموا في العالم. شجرة المورينجا لا تحتاج إلى عناية خاصة، تنبت وتزدهر وتنتعش في أي تربة. شجرة المورينجا تحب الأجواء الحارة. شجرة المورينجا لا تحتاج إلى كثير من المياه. شجرة المورينجا قيل عنها أنها تعالج أكثر من 300 مرض. شجرة المورينجا غنية جدا بالفيتامينات والمعادن، مضادات الأكسدة، مضادات الالتهابات، الأحماض الأمينية. بإمكان أي شخص الآن الرجوع إلى موقع البحث للإطلاع على شجرة المورينجا ومنافعها وفوائدها الصحية على الإنسان وعلى الحيوان وعلى البيئة. لذلك إحنا اليوم نطلق حملة جديدة ضمن مبادرة ازرعها في بيتك في الزرقاء وعمان. الإخوة اللي حابين يزرعوا شجرة المورينجا لأول مرة، إحنا نقول إن شاء الله جاهزين وحاضرين. الإخوة اللي زرعوا شجرة المورينجا من قبل وما نجحت عندهم وحابين يزرعوا ويجربوا مرة ثانية، إحنا منشجعهم ومنشد على أيديهم وجاهزين برضو نحاول مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى تنجح شجرة المورينجا. أيضا الإخوة اللي عندهم أشجار مورينجا في بيوتهم وحابين إحنا نعطيهم إرشادات على العناية والرعاية بشجرة المورينجا وتقليم شجرة المورينجا، برضو إحنا بكل صدر رحب جاهزين وحاضرين. الإخوة اللي عندهم مساحات أراضي وحابين يزرعوها بأشجار المورينجا لأغراض تجارية أو لأغراض الاكتفاء الذاتي، برضو إحنا إن شاء الله تعالى جاهزين. إحنا اليوم حملتنا في الزرقاء وعمان تستمر لمدة أسبوع كامل. على الإخوة الراغبين بزراعة شجرة المورينجا ما عليهم إلا للتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، صفحة الفيسبوك أو الماسنجر أو الواتساب أو الاتصال مباشرة على رقم هاتف الشخصي 0795336722. وحياكم الله. ازرعها في بيتك وتمتع بفوائدها مجاناً.